إلى اليمن، حيث تعرضت نقطتان عسكريتان تابعتان للجيش في حضرموت لهجوم كبير قتل خلاله 15 جنديا و19 من المهاجمين على الأقل بحسب مصادر طبية. وشن المسلحون الذين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة شن الهجوم المزدوج فجر اليوم في بلدة شباب بحضرموت شرقي عدن. وبعد دقائق فجر انتحاري سيارة مفخخة في ذات المكان على بعد أمتار من مباني المدينة التاريخية. ونشر موقع صحيفة عدن الغد مقطع فيديو على الانترنت قال إنه تصوير للهجوم. ومعنا من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، هل من تفاصيل جديدة حول هذا الهجوم الانتحاري غير المسبوق في حضرموت؟ نعم، الآن هناك انتشار كثيف للجيش اليمني في منطقة سيبان بوادي حضرموت جنوب شرق اليمن. الشهود عيان أكدوا بأن المهاجمين الذين ينتمون إلى عناصر تنظيم القاعدة أكثر من 70 عنصرا من عناصر التنظيم التي قامت بالهجوم على النقطة العسكرية. كذلك المصادر أكدت بأن هناك 9 قتلى بينهم الانتحاري الذي نفذ العملية، وهم جميعهم من التنظيم الذين قاموا بمغادرة النقطتين العسكريتين في وادي حضرموت، بالإضافة إلى تضرر الكثير من المباني التاريخية. الانفجار أعقبه كذلك اشتباكات من الأسلحة الرشاشة ما بين الجنود أو الجيش اليمني وما بين عناصر تنظيم القاعدة. هذه الاشتباكات ظلت لمدة ساعتين، كما حلقت طائرات مروحية وتم مطاردة تلك العناصر في بعض مزارع المنطقة التابعة لشبام أو في شبام حضرموت. وحتى اللحظة لم ترد الأنباء بأنه تم القبض على عناصر من تلك التي هاجمت النقطة، لكن الانتشار ما زال كثيف جدا والمطاردة ما زالت مستمرة. شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من عدن.